لما بنتكلم عن عمار او حسن ابو السعود او عمر خيرت او كل الناس اللي عين اللي مش متخصصين شايفاهم سمع مزيكتهم بشكل حديث اكتر، لكن ناس كتير قوي ما تعرفش مين فؤاد الظاهري، مين اندريه رايدر. فخلينا نبدا بفؤاد الظاهري، يعني عرفيني مين فؤاد الظاهري. فؤاد الظاهري ده ابن ناس وخريج مدارس فرير وحاجه راقيه جدا يعني كده من هي، بس ابن ناس متربي معجون بمصر. ده فؤاد الظاهري. هو درس على ايد استاذ فنلندي بولندي، عشان بس اكون لا استاذ بولندي هو اللي علمه. كان مهتم جدا ودرس، ودرس فنون مسرح، وكان مهتم قوي بفكره ان هو موسيقى في الكنيسه وتطويرها. هو اشتغل كمان على ده، هو كان من العازفين كمان الاساسيين في كنيسه سان جوزيف. فيعني عارفه الاحساس كمان، الكنيسه على فكره المصريه عريقه جدا طبعاً، وسريه جدا بالموسيقى، وساهمت في تطوير الموسيقى المصريه بشكل كبير على فكره، المؤرخين بياكدوا ده. فهو طالع من الحته دي والمنطقه دي. فالاحساس الشرقي كمان جواه جدا، مع هو من بدايه الناس اللي انفتحوا على الغرب. طبعا بعد الاستاذ اندريا رايدر وبعد علي اسماعيل. هو طبعا عمل وبنى كتير في المنطقه دي. فما نقدرش نقول يعني الظهري ده عمل نقله حقيقيه. ومن الناس اللي اشتغلوا برضو توزيع من البدايات. فهو علامه مهمه جدا، وللاسف ما خدش حقه. يعني ممكن يعني ايه المهتمين قوي بالمزيكا ممكن يقعدوا، او بالسينما ممكن تبقي عارفه الاسم تشوفيه على التتر كتير. عارفه طبعا، لانه هو كان بيشتغل الناس اللي هي لا تتوقف عن العمل اللي هو بالمعنى ده، وادى كتير في منطقه الموسيقى التصوير. طب ما هو رد قلبي ده مليان تنويعات طبعا، يعني كتير قوي، ما بين القصر وما بين بيت الجنايني وما بين النايت كلاب ولا الكباريه اللي كانت فيه هند رستم، وما بين الكليه. يا خرابي، فؤاد الظاهري. فؤاد الظاهري طبعا. طب ايه؟ انجي 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 مصري علي. طبعا الفيلم يعني ده من اقدر اقول بيجسد حالة المزيكا بتاعت الظاهري. لأن التنوعات والشرائح الاجتماعية مختلفة ومتباينة. انت ما بين عالم المرفه جدا اللي هو الارستقراطية اللي هو الثراء الفاحش كمان، والجنايني وعيلته في الحي الفقير. وبعد كده النقلة اللي بتحصل حضريا، او ما بيتعلموا ولاده بيدخلوا الجامعة، سواء اللي هيبقى ضابط بوليس او اللي هيبقى ضابط جيش. فهنا المزيكا قد ايه لعبت دور مهم جدا. حتى الاحساس شخصيه اللي عملها الممثل كمال حسين، اللي هو الثوري، انت يعني من الاحرار، انت من الاحرار يا علي، ومصر هي انجي بتاعتي، انجي هي مصر، يعني ده الجمله بتاعته الشهيره. فحتى هنا التيمة بتاعته مختلفه تماما، لان فيها الحس الثوري ده. احيانا يبدو كانه مرش يعني فطبعا يعني ده نقدر تقول كده احنا مغمضين. ده بيمثل كل موسيقى الظاهري بكل تنوعها، بكل ثرائها، بكل احساسه بما هو غربي وشرقي. وده يعني هنا بيقول يعني ايه الموسيقى تلعب دور درامي في الفيلم. أيوه يعني شوفي ظهور انجي بيبقى عامل ازاي مع جمله عامله ازاي، علاء اخو انجي واحتداده بيبقى عامل ازاي. فهنا ده اللي هو يعني نقدر نقول ان هو وظفها دراميا. هندرستم لما وشها اتحرق، والتيمة لما بتتحول لانسانه إنسانية فظيعة بعد ما كانت في الكباري رمز للإغراء ومش عارف إيه، يعني فهو كل ده عامله بحالة من الشغف كمان، وفيها حاجة مصرية برضو أصيلة فيما يتعلق بالعيلة. وحتى المشهد الأخير والهتاف، الأب صوته بيرجع الفنان العظيم حسين رياض. فالحالة دي كلها ده هو يعني معبرة تماما عن تطوره حتى الموسيقى بتاعته بشكل كامل. خليك معايا وركز. الزمان 1957، الفيلم عنوانه رد قلبي. مؤلف الرواية كان ضابط جيش يوسف السباعي، البرنس علاء أحمد مظهر اللي كان قائد مدرسة الفرسان، صلاح ذو الفؤار كان ضابط بوليس، عز الدين ذو الفؤار المخرج كان ضابط جيش. فرد قلبي مش مجرد فيلم، ده أول رسالة سينمائية بتبارك وتؤيد ثورة يوليو بكل وضوح وصراحة وفن. أنا بتكلم يا حسين، أنا بتكلم.
أنا بتكلم. أديتي فلوس لمصر. أنا بتكلم. جماله يا ناس يا ناس يا ناس على الحلاوة. احنا يعني لما نبقى بادئين من بدايات صناعة السينما واحنا من ايام الابيض واسود واحنا مؤمنين بانه في موزع موسيقي او مؤلف موسيقي بيعمل الافلام زي اندريه رايدر وفؤاد الظاهري وفي خواجات كمان كانوا بيعملوا الافلام. وبعدين فجأة جت فترة استهلاكية كده لازم بقولك اللي بقوا يعدوا فيها أي كلام كده أي كلام مزيكا. إيه اللي خلى ولا دي حتة عايزة دراسة؟ هو فكرة وعيهم. إيه بقى؟ أنا بتقلي هو وعيهم إن هم المفروض بعد ما انفتحوا على الثقافة دي وابتدوا يفهموا إنه لأ هو ليه ما نعملش إحنا كمان ده؟ ليه ما ناخدوش لمصر وننقله؟ ليه ما نطلعش لا أنا قصدي ليه ابتدوا يعدوا الأفلام؟ يعني ليه يعملوا إعداد موسيقي وبعد ما كان ما عندنا مؤلفين عظام؟ هتلاقي حبه كده حقبه في اللي هو الاستسهال فكره اللي هو اي اسطوانات واي هو انا بتهيألي انا مش عايزه ابقى اتفلسف وممكن نشوف فيها مؤرخ دي لانه فكره احيانا بيبقى الظرف كله حواليكي فكره الاستسهال والاستهلاك فهو ده اللي بيسود بيبقى اسهل بس هيظل فؤاد الظاهري برضو حتى لو كانت افلام بعينها هو اللي عملها لكن مزيكته نفسها استعملت كتير جدا قوي بعد كده وما تزال لحد دلوقتي احنا بناخد حاجات ونعملها يعني ده لحد دلوقتي بتقولي لي على حته انه ازاي دمج لحن شعبي زي حلقاتك برجلاتك مع تيمة غربي ما هو ده الذكاء هو من الناس اللي بداوا انفتحوا على فكره ان هو التطوير فالتطوير ان انت كانوا بيسمعوا غربي كتير ودارسين آلات غربي فابتدوا ازاي يوظفوا ده لصالح السينما هو عنده تيمه هو اخذها من فيلم اجنبي اشتغل عليها غربي تيمه غربي اشتغل عليها في الحفيد اللي هو التتر والبدايه وكل ده بس جوه الفيلم انت بتسمعي حلقاتك برجلاتك انت كل الصوت ده مصر شعبي شعبي جدا وده كانت الميزه بقى ان ازاي يبقى عنده الاحساس اللي هو العالي بالموسيقى الغربي ده ويقدر يدفره كمان مع الموسيقى الشرقي وبعدين هل ده بقى مهده لانه بعد كده يعمل الروح الشربات بتاعت نص ساعه جواز طبعا دي روح شربات فعلا شربات طبعا روح شربات لان الفيلم ده من اخف الافلام في السنه دما يعني الاداء والحاله كلها شاديه ورشدي اباظه وكمان حسن مصطفى لا بصراحه يعني سمير صبري وعادل امام يعني كل ماجده الخطيب كل المجموعه اللي كانت في الفيلم انا بشوف ده فيلم كوميدي بامتياز وكل ما تشوفيه تحبيه اكتر وحتى سكر يعني كمان انا هفاجئك يعني مثلا هو عامل موسيقى التصويريه وبليغ عامل اللحن بتاع الاغنيه سكر حلو قد لا والله سكر فبصي الناس كانت لطيفه ازاي يعني تلاقي فيلم شايل اسمين كبار زي دول
فسكر هو اللي كان عاملها وكلمات محمد حمزه. فازاي يعني كان في التعاون ده، ان انت انا بعمل الموسيقى التصويريه انت بقى ادخل انت اعمل الاغنيه واللحن. فدي ناس كانها بتكمل بعض طول الوقت، اللي هي الروح بتاعي ما بقتش موجوده كتير قوي. الله معلش يا بنتي معلش سكر لما تقولياش بمرار كده وجعتي قلبي عيني يا بنتي. فطين عبد الوهاب الوحيد اللي قادر يخلي دون جوان رشدي أباظة يبقى كوميدي، ودلوعة السينما شادية يبقى دمها شربات. نص ساعة جواز، ده الفيلم اللي عادل إمام كان نفسه يبوس فيه زي ما الأستاذ يوسف شعبان بيبوس. فيلم جميل، وبلاش ننسى أغنية سكر حلوة الدنيا سكر اللي غنتها شادية وسمير صبري ولحنها مين؟ بليغ حمدي طبعا. سكر ولا الدنيا سكر، اظهر حب الدنيا اكتر. سكر ولا الدنيا سكر، اظهر حب الدنيا اكتر. ليلة واتمتع لك ليلة ليلة، عشت الدنيا جميلة زي السكر. Thank you.
رصيد الموسيقى التصويرية في مصر عظيم، سواء كان في السينما أو في الدراما. أنا عصمت فهمي المدير الجديد. شايفة الجو اللي احنا فيه؟ يا ده انت رجعتينا لأحلى أيام. شوفي الموسيقى هنا قالت كل حاجة. مية واحد وعشرين سنة سينما. طويل العمر يطول عمره ويزهزع عصره وينصره على مين عادية. هاي هي واحنا كنا بنعمل فن كده. انا هقطع شوق هدومي والله العظيم. الله الله الله.